يا الدراري مشينا جبنا اخوتي العشاء وانا عارف غيضربوني بخمسين درهم. دابا المشكله اللي ضحكاتني انا نوريكم دابا عطاوني حيت دابا هاد الماكله هادي كتسمى بالبرتغاليه مهميطه فهمتي. هادي انت ما كتختارش شنو غدير فيها لي زوبسيون فهمتي. ماشي ديك البيفي لي ليفري هادي علاش الثمن عطاوها ليا بخمسين درهم وقالوا لي هاك واحد الكاس ديال العصير فابور واحد الحظ. هذا راه ماشي فابور هذا راه اصلا داخل في الثمن هنايا غير كيقول لك ديك اللعبه فابور حيت ما كاينش شي حاجه ديال الفابور هنا في هاد البلاد. وعصير عرفتي دير بحال وجههم وحق الله ما تشربش ما تقعش هاد الفاكهه هادي. المهم نبارطاجي معكم شنو جابوا لنا هنايا براسي ما عارفش ما انا شنو هادشي التقليه اخوتي بحال شكل التقليه البطاطا فريت الرز سباكيتي وكاين اللوبيا لتحت فهمتي بصله شويه هنايا هادي بحال التقليه تاعت الله هادي بخمسين درهم اصاحبي تاعت الله هادي حنا غنخلصوها بخمسين درهم. ما عند الغسال ما يدير قدام ما عند ما يدير قدام غسال باش ما تشدنيش الكوبي رايت خمسين درهم كيضحكوا ما عندنا ما نديرو الطريق يا هادي خوتي المصاريف عندنا ما نديرو يلا دابا عاد شنو غادي نمشي نشد مازال الويفي تكونيكتا شويه من بعد غنمشي نمونطي الخيمه راه هي والله خوتي هاد الطونط انا شريته مازال ما قلبتوش مازال كاع ما فتحتو شفت شحال شنو فيه وداكشي يلا كملوا معانا عمرو الماء من لهيه وحنا لهيه وحنا لهيه ماشي هنا لهيه في امريكا عمرو الماء دابا هنايا هادو راه فهمتي هذا راه ما مكونجلي فهمتي بارد هادو العاب هادو داخل دابا من وراء الحيطه خوتي راه كاين ماكينات فهمتي ما خارج من كلاص دابا هاد الناس هادو عرفتوا اش كيديروا هادو كيبيعوا القرد وكيضحكوا الا من شراه فهمتي. ما عندنا ما ندير اخوش دكالي ضرب طيح اخويا الدكالي كل شويه وخبي شويه انت كتشوف اخويا على عينك اخويا اش داروا لنا اخويا صادر واحد الجو هنا زوين جر دايرين له داك اللاد بالخضر هذاك الشيء اللي بالخضر راه شجر. هادي واحد الكونتينر اللي ورايا ولكن فيها مكاتب مصيبينها يعني كونتينر دايرين فيها اخوتي بيرو ديال الروايد شركه العجلات. المهم كيبانش الكيطو هنا غادي نعسو عيان مسخسخ النهار الاولاني هذا ديما اي حاجه اخوتي في اي دومين نهار الاول كيكون صعيب في الخدمه النهار الاولاني صعيب في اي حاجه كيكون صعيب. المهم ارتاحوا اخوتي شويه غدا غنوريكم كلشي يلا نتلاقاو غدا ان شاء الله الا بقينا حيين. الساعه ونص ديال الصباح اخوتي صباح الخير عليكم يا اول حاجه عاصقه ما سمحتش فيها انتما ما عنديش القفل ما نقدرش نخليها على برا يسرقوها دخلتها قلبتها على هاد الزيت. ايوا اخوتي اشوف واش غنديروا ايوا اخوتي غنوريكم المنظر على برا كي داير نفطروا ونشدوا الطريق يلا نوريكم اخوتي عافين الناس البارح هنايا الكونتينر اللي قلت لكم الشجر كان كيدوي بالليل لاطون تاع الدراري هي هادي اول مره غادي تشوفوها خضراء لون عسكري على مارك ديالها. يلا خوتي دابا ندي معايا غير الصاك باش ما يفاتي ما عنديش قفل الضو هادي كاينه الخاميه هادي على الناموس بغيتي فهمتي الا بغيتي تسد كلشي كتسد جوج بيبان جوج بيبان جوج سراجم اول رايت باش نجيبو الفطور ديالنا اخوتي صافي الدراري خديت اخوتي كيكه ب 10 دراهم مغربيه هاد الطريف ب 10 دراهم مغربيه دولار وقهوه كحله اخوتي ب 5 دراهم مغربيه يعني يقول كلشي دولار ونص بحال هكا. المهم نزيد شويه لقدام نشوفو شي بلاصه اخرى نزيدو نفطرو فيها مزيان خديت قهوه كحله حيت مزيانه ليا من بعد ناخذ قهوه بالحليب. يلا هاد الدراري غادي نفطر غادي نمونطي البراكه وغادي نتوكلوا على الله اخوتي الدراري باش نزيد نعطي لاكريديبيليتي بزاف للناس باش تثيق حيت بزاف كيقول لك لا بهاد البيكاره ما كضرب والو واخا حنا ها ستاسيون اللي بتنا فيه البارح هو هذا العلامه الكيلومتريه اللي كتشوفوها دابا غنوريكم خليكم معنا باش تزيد تثيقوا. هادي ديال اللور مضبام مي غادي تشوفوه حنا في علامه كيلومتريه 162 عقلوا 162 ها هي 162 ستاسيون اللي بتنا فيه راه هو هذاك ياك اخوتي خلي ما شفتو اخوتي كما شفتو 162 ياك دونك مين غادي نوصل
في العشيه باش غادي نبعث غادي تشوفوا شحال غتولي اوموان غتولي واحد 80 يعني غدير واحد العمليه حسابيه 162 غنقصوها من 80 وغنقصوها من 90 وشو شحال من كيلومتر غندم غير باش نعطي المصداقيه للهضره ديالي حيت كاين شي ناس ما كيتيقوش كيسحبوا هاد البيكاله ما غدير والو هذا عجيري هذا صاحبي صنع عليا فهمتي والطريق اللي قال لك ما غتوصل عند بامو حتى المونديال ديال 2030 ولا ما عرفت شنو انا الطريق واحد الكومونتير قريتو زوين ديال واحد السيد جاب الحساب وهذاك عندك 26 يوم 25 يوم نوصل عند بابو 25 يوم بحال هكاك 26 يوم غادي نكون قاطع 2000 وشي حاجه فهمت 2000 كيلومتر وسي صريف المهم يلا خليكم معنا نزيد نكملوا الطريق اخوتي يا الدراري وصلنا لواحد التراك ستوب هاي عتيقه المسخ اللي اخوتي واخا دايرو داخل في الصاك نمشي نعمر الماء شربت واحد القهوه هذا الاي تي ام اللي ورايا فهمتي المهم اخوتي نعمروا الماء وعقلوا راني خارج من بلاكا 162 باش نوريكم القوه الضاربه ديال البيكالا ديالي قوه ضاربه حيت عايرتوا لي عتيقه قلتوا لي ما كدير والو غتوصل حتى 2030 يا اخوتي عقلوا 162 معاش خارج من نقطه 162 نعمروا الماء اخوتي هنايا خويو الماء السخون ونعمروا البارد تمطقات الدراري ستاسيونات ترى وليت انا عارف الستاسيونات هادو غاديين خرجنا حق نسيت خرج شويه ديال الاموال الطائله من الرصيد المحترم ديالي كاين هذا دابا الاحمر الاي تي ام راهي فين واقفه ديك المراه بالاحمر هذاك اي تي ام يعني كيشي اوتوماتيك كتخرج منه الاموال حيت بعض المرات اخوتي كيكونوا شي محلات في شعروبيه ما كيقبلوش كارت بونكير فهمتي ما عندهمش مازال ما مطورينش ما عندهمش ديك الماكينه باش تخلص بالكارطه يعني خاصك تخلص كاش اسبيس بالفلوس وما كيكونش عندي فلوس خرجنا واحد شويه ديال الفلوس شويه صافي يلا مشاو اخوتي حنا غاديين حيدو حيد البيكي وزيد سير على الله يا اصلا بيكالا كيوت مي غنوريكم القوه الضاربه ديالتها شحال كتضرب في النهار وشحال كيضرب مراد مزوري 162 خرجنا من 162 كيلومتر بلاكا 162 سير ماشي سير تماركي سير الميريكان 10:30 ديال الصباح 10:30 خرجنا مع 7:30 ديال الصباح 10:30 هادي غنتسنى شويه باش غنتغداو ارتاحينا شويه تمطقنا غادي نمشي للدوش الدراري هنا كاين الدوش عاوتاني فابور بحال داك ستاسيون ديال البارح غندوشو اخوتي شوف انا فين ما غنلقى شي غاز ستيشن فيها الدوش فابور غنبقى ندوش ماشي على الوساخ ولا شي حاجه باش انتعاش فريسك فهمتي غنمشيو ندوشو دابا وغندخلو عتيقه حتى هي معنا للطواليت فهمتي هاد الطواليطات ديال الواليد هادو وغنتسناو الماكله ونكملو الطريق ما تنساوش خارجين من بلاكا 162 شوف اثر عتيقه قوه ضاربه يلا اخوتي حيت جبت ديودورون صابونه ندخلو اخوتي واقيلا نخلي عتيقه غير هنايا خليه هنا تمطق غندخلو فابور ديال الله داكشي ديال الله الدراري ناري هذا هو اللي كان خاوي بلا جبد واحد اخر هنايا يس هانتوما اخوتي المهم شي حاجه بلا ما نعزكم الله نشوفوا لنا واش كاين يلا غندوش الدراري غندوش عتيقة قوة ضاربة يلا الدراري دوشنا درنا واحد الدوشة خفيفة ظريفة فهمتي مثلا غنزيدو شي ساعتين أخرى عاوتاني غندوشو نبقاو غير ندوشو وغادي نبدلو علينا هاد الحوايج نبدلوهم نلبسو حوايج جداد ناري جبان لكم الدراري نضرب عليهم تيتانيك نضرب عليهم كوبرا عاوتاني تي ان خرج اخوتي باش نطلعو على عتيقة عتيقة انا شوف ميقيسوهاش حيت قوة ضاربة صاحبي شتي وراي راه القوة الضاربة ديالنا يلا زيدو الدراري زيد نكملو على الله نمشيو نجيبو الماكلة نتغداو ونشدو الطريق راه تعطلت اصاحبي راه شي ساعة وانا جالس هنايا ساعة وانا واقف خوتي نجيب قهوة بالمجان هادي كتكون على حساب الشوافرية ديال الكاميونات اللي كيدير اللي كيعمر اخوتي اللي كيعمر كيدير شي 500 تيتر و 300 تيتر ديال المازوت كي عنده الحق يشرب هادي فابور كما كتشوفوا ما انا ما عمرت انا العتيقه ما كتمشي بلا مازوط المازوط هو رجليه فهمتي ليسونس ومركبيه فهمتي اخوتي يلا نشربوا هذه القهوه هذه بعدا نمشيو نجيبوا الغداء او الدراري مشينا جبنا الغداء اخوتي حسبوه لينا ب 20 ريال برازيليه يعني 40 درهم مغربيه خديت الميني هذه راه غير الميني
خديتها ب40 درهم. بغيت ناخذ الكبيره، علاش الكبيره غادي نتقال والشمس ما بغيتش نتحرك حتى الليل وناكل مزيان. كما كتشوفوا ها هي الماكله نبارطاجيو معكم اخوتي، لينغويسا سوسيت ودجاج، هذه الفاروفه، هذه شي حاجه ديال البرازيل، سباكيتي الرز واللوبيا اخوتي. وهذا ما كان غناكلو وغادي نعمروا الماء ديالنا ونشدوا الطريق على بركه الله. اخوتي 12 ونص دابا، وقفت هنايا فواحد البلاصه ديال الطوبيس نرتاح شويه، الحراره 12 ونص القوه الضاربه لها. بغيت نقول لكم اخوتي كان ايفيتي نصور وانا سايق في الطريق ونهضر معاكم، علاش؟ اول حاجه السيفتي ديالي، حيت بعض المرات كتكون شي هبطه شي طلعه شي هبطه وخصني نشد بجوج يدين. بعض المرات اخوتي كيكون الريح فهمتي، حيت الطريق كيكون الريح وما كتسمعش الصوت مزيان. راك شفتوا الفيديو ديال البارح، الصوت ما مسموعش مزيان، شي لقطات كاين الريح، هادشي علاش كان ايفيتي في الطريق حتى نوقف. اوكي اخوتي، خرجنا من البلاكه 162 ياك، خرجنا من 162 ماشي 7 ونص، دابا 12 ونص. صحاب العالم، صحاب العالميات، صحاب العمليات الرياضيه، صحاب الماتيماتيك يبانوا دابا معانا. 7 ونص ديال الصباح، دابا 12 ونص، خرجت من 162 ياك، دابا راها 130. انا نوريكم البلاكه، ها هي 130، شتيها؟ ها هي 130 اخوتي، شتيها؟ دابا هادي السول، هكا راه هابط ريو دي جانيرو، هذا السول ريو دي جانيرو الارجنتين. زيد 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 زيد، انا راه غادي هكا جنوب الشمال، يعني 162 130 ساهله بلا ما دير عمليه حسابيه. 32 كيلومتر ضربناها 7 8 10، يعني قول ضربناها في شي 5 سوايع، 5 سوايع ضربنا فيها 32 كيلومتر، قوه ضاربه. يلاه نزيد نرتاح واحد شويه اخوتي في بونتو دو اونيبوس هنايا، نرتاح ونزيد نكمل الطريق اخوتي. تبان شي حاجه انتريسي راه غادي غنصور فينا هو الكليراج، تبان لي شي حاجه انتريسي راه غنصورها معكم اخوتي. يا اخوتي الطلعات كاينين بزاف في الطريق هادي، ها كاينين بزاف ديال الطلعات اخوتي. يعني اليوم تقريبا طل دفعت عاتقه اكثر ما سكتها، ولكن ماشي مشكل، حنا غاديين الدراري. غنوريكم دابا انا في النقطه الكيلومتريه 129. ها هي اخوتي البلاكه 129، دابا 162 معاش خرجنا. ها هي نورتي نورت شمال 129. اوكي ما كتشوفوا اخوتي، ها هادي راه كامله طلعت، ها دافع بيكالا، اجواء في عين المكان اخوتي. دابا راه كل ما غادي كل ما كتنقص فهمتي، 129 128 وهي غادي كتنقص. مراد من غتوصل للزيرو فين اش غيوقع؟ من غات هاد 129 هادي غتولي زيرو، غندخلوا لولايه اخرى، حيت هنا كل ولايه كيديروا ليها كيلومترات ديالها. بحال هاد الولايه هادي، هادي ولايه اسبيريتو سانتو ياكو، فيها 500 ولايه كامله، فيها من الجنوب الشمال فيها 500 كيلومتر. ملي كدوز 500 كتدخل ولايه اخرى، هذيك الولايه مثلا الولايه اللي غندخل ليها دابا باهيا، حنا دابا غندخلوا لباهيا سالفادور، العاصمه سالفادور اللي كنت عايش فيها شحال هذه، تعقلوا فاش درنا فيها فلوكات مع اليزا. دونك باقي 129 كيلومتر ندخل سالفادور، وقيلا غدا ان شاء الله بالليل ندخل ندخل لباهيا. اوكي جايز، شو على بركه الله، دابا باقي واحد شويه ديال الطلعه اخوتي نكمل. واو واو كنت غادي نطيح سير، حنا غادي 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 نزيد، حنا غادي اخوتي. المهم كما قلت لكم نقدر غدا بالعشيه، غدا بالعشيه ولا بعد غدا الصباح ندخل لباهيه، ولايه باهيه، ولايه باهيه راه فيها شي 1000 كيلومتر كتمشي من هذيك الولايه. السكان ديالها زوينين، السكان ديالها افارقه الاصل ديالهم، الله يعمر لهم الدار. حنا غادي ما تنساوناش شي لايك، نسيت ما ناري نقول لكم لايك لايك، يلا ديروا لنا لايك، شوفوا الرويده نتشيكر الرويده سير الله جايز، راه كاين البرد علاش كنبغيش نصور اخوتي، انا سايق كاين البرد. هاد الفيلاج اخوتي دخلت له صغير، نمشي نشرب الماء، نعمر الماء، ناخد شي قهيوه كحله باش نبقى فايق. انا عرفت دابا فين كاين، انا عرفت دابا فين غادي، كاين واحد البلاصه اش غنقول لكم، الله يسر مع الله يحفظ، واحد البلاصه كنبغيش ندوز منها. شنو هي مراد؟ عامره اسبوعه والنموره، ما تيقونيش، شتي غنخرج من هاد الفيلاج غنلقى واحد البلاصه عامره اسبوعه والنموره، وراه شوف غنوريكم حتى البلايك. الدولة دايرة البلايك، كاتبين حذاري فهمتي، وهذه لعيبات ضروري غندوز منها. يلاه تسنى بلاتي نعمروه،
الما ديالنا ونكملوا نمشيو عند السبوعه. واش كتحبوني كنضحك معاكم؟ والله يا اخوتي الا فيها النموره والسبوعه في الطريق انا نوريكم. اخوتي شربت قهوه ديالي اخوتي، كنرتاح شويه دابا. دابا الفلوق اللي حد الساعه قبلها هاد اللقطه اللي كنصورها ما داخلاش، يلا بديت دابا هاد اللقطه هادي مونطيت، حيت انا كل مرحله كنوصلها كنمونطي باش يجيني في العشيه ساهل. دابا الفلوق عندي في 15 دقيقة، إلا زدت هاد اللقطة اللي كتصور دابا كتشوفوها غتولي شي 16 دقيقة ولا ما 17. شنو قلت أخوتي؟ قلت ما نديرش فلوق طويل فيه 25 دقيقة، نقسمو على جوج. غنقسم على جوج، علاش؟ أول حاجة إلا درت طويل فلوق طويل فيه 25 دقيقة غادي تعطل ليا، ما غتفرجوش فيه في نفس اليوم وغيتعطل في باش المونتاج وفي ليسباس. عندي التليفون عامر بزاف د الحوايج، ليسباس ما عنديش بزاف. وفكرت في واحد الحاجه في العنوان، حيت دابا خوتي راه حنا داخلين غنفوت هذا الفيلاج، غنوصل لواحد المقطع فيه شي 30 كيلومتر عامر حيوانات متوحشه، عامر سبوعه، عامر بزاف د الحوايج، غير الله يستر مع الله يحفظ. انا قلت باش ندير له مينياتور ديالو وحده اخرى، حيت هذا الفيديو انا صيبت له المينياتور ديالو ديال القوه الضاربه السيت بون. قول الجزائريين راه ماشي زعما كنتمنى يكون ضحكوا بالرئيس ديالكم، نو غير هذه قفشات جات. راني حيت كلمه جزائر وخليت غير ضاربه، يعني هذاك كان شي رئيس ديال شي دوله قال هذه الكلمه غنحطها، ما تقلقوش راهي كنضحكوا صافي وهاني على عيننا وراسنا. تبون وكنحتارموا العالم كامل، كلشي كنحتارموه. اوكي اخوتي دابا غنحبس الفلوق دابا في هذه اللقطه هذه. راكم شفتوا حنا واصلين دابا في علامه كيلومتريه وقيله 125 بحال هكاك. المهم حنا غادي غنضربوا شي، شوفوا غنضربوا 100. الفلوق ديال غدا ان شاء الله غادي تشوفوا كلشي، غتشوفوا الحيوانات اللي غنتلاقاو معاهم، وغتشوفوا من علامة كيلومترية غنوقف وغنشوفو في شحال كنضرب في النهار ديال الكيلومتراج. اوكي جايز يلا ما تنساوناش لايك، غنسالي الفلوق دابا، الفلوق غيكون فيه شي 17 دقيقة.